يعني هل صحيح يعني ما ذكره بعض اللاعبين في المشهد السياسي في مصر أنه ربما أن يكون برلمان 2015 صورة مكررة من برلمان 2010؟ هل ممكن يحصل ده؟ لا، صورة مكررة من البرلمانات الأسبق من 2010 الأسبق. يعني إزاي؟ يعني هو طبعا زي ما قلت لحضرتك مفيش تزوير، إنما قد يكون هناك تأثير أو تأثر، يعني في عوامل. يعني لما نبص نلاقي قائمة حزب مصر ماشية كويس نقول مبروك، لكن عرفنا يعني قرأنا معالم المرحلة الجاية وهي هتكون أشبه لأن النائب جاي بوعي لسه الخدمي، الوعي الخدمي. حضرتك لما تسمعيهم هم بيتكلموا ما زالوا حتى الآن مش عارفين دورهم. ده هو جاي يخلص الصرف الصحي وجاي يخلص الكوبري وجاي يخلص الحاجات دي، فهيكون نموذج للبرلمانات الأسبق اللي هي الخدمات، التفاف 10 حوالين الوزير عشان كل واحد يخلص طلب. لسه ما فيش الوعي اللي خلينا نقول ان هذا البرلمان سيخلق مصر الجايه بعد 36، مش هيحصل، ولن يبتكروا تشريعات ايضا تخلق 36. ده مش شايف عقول غير عاديه. صحيح الواقع قال ان في نبوغ لناس زي فلان وعلان، بس دول ندره مش هيقدروا يعملوا المكاتب البحثيه العطاء الكامل اللي احنا كنا نتصوره علميا داخل البرلمان. يعني خلينا نتصور لجنه زي اللجنه التشريعيه داخل البرلمان، وخلينا نتصور الاسماء اللي فيه مثلا، هتكون نموذج للجنه التشريعيه اللي كانت موجوده حتى على ايام المرحوم حلمي عبد الاخر. ليه؟ لان هو ده النموذج اللي احنا الان بنطرحه. ما حاولناش نعمل نموذج جديد، واخد بال حضرتك، يخدم هذا. ما حاولناش نعمل وعي طوال سنتين يخلق قيادات جديده وافكار جديده. ما حاولناش نستثمر الفراغ اللي تم عشان بناء مشروع قومي موحد الناس تتبارى فيه. المسائل دي كلها يعني جابت ناس عاديه من نفس الطراز اللي موجود قبل 2010، طبعا قبل ما سمي بالثوره 25 يناير، وهيعطينا نفس النموذج للنائب ونفس النائب الخدمي، وهيبرز 2 3 4 5 10 زي برضو اي برلمان موجود.